لا مرحبا بك مرة ثانية ودي الزيارة الأولى للسودان حابين نعرف انطباعك عن هذه الزيارة يعني. سؤال دبوا كسر دبوا السودان مرنا بعد واحد ما بشر كيسا وحق حاجة بحق السودان ما بشر كيسا. ما شاء الله وندوا هاي يعني وانا اللي كم هاد عندي ياس ودوينتينا السودان بقشر أنا قيمي دواميت هذه هذه حس جلسي إن شاء الله ما كنت رجع مركب لنا قصة نقضوا عاد بنو بحال السودان. طيب احنا نسمع هنا طوالي وبعدك نكمل حوارنا حتى برضو اهتماماته بالفن السوداني بس نسمع اول حاجه. وين مقشين يا حس كم ده هيسايغا جردي يديم كان غبو طلو روح لجاري احنا هنسمع عديل والله جردي يديم كان قبو تلو روح مجاري ويدوني دجوبة ويدوني دجوبة جردي يديم كان قبو تلو روح مجاري ويدوني دجوبة Tiri
I got you so I got you.